أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أنه يتم حاليا تطوير منظومة توزيع المياه في مصر، خاصة عند النقاط الفاصلة بين إدارات الري، مشيرا لدور البنك الدولي الهام في توفير الدعم الفني لهذا التطوير. وأعرب وزير الموارد المائية خلال لقائه مع مدير الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي عن الدور الهام لشركاء التنمية، خاصة البنك الدولي، في توفير التمويل اللازم لتعزيز القدرات التقنية والبنية التحتية الإفريقية وتوفير الحلول المبتكرة لتحديات المياه التي تواجه القارة الإفريقية. واستعرض وزير الموارد المائية الموقف التنفيذي لمكون الماء والغذاء، أحد مكونات برنامج نوفي والتي يشارك فيه البنك الدولي، ومناقشة مقترحات تطوير مكونات البرنامج، خاصة المكون الخاص بزيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ لصالح الزراعة والغذاء، وتعزيز مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال تنفيذ أعمال تأهيل الترع بتقنيات صديقة للبيئة وتأهيل المنشآت المائية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. بداية، تطوير منظومة توزيع المياه في مصر خاصة عند النقاط الفاصلة بين إدارات الري، أهمية هذا الموضوع لمجالات الري المختلفة؟ طبعا عملية توزيع المياه بتعتبر يمكن هي القلب في مهام وأنشطة وزارة الموارد المائية والري، لأنه بعملية توزيع المياه الدقيقة بنضمن وصول المياه لكافة المنتفعين، سواء استهلاك مياه الزراعة من أهالينا المزارعين في كل مكان، أو استخدامات مياه الشرب أو غيرها من الاستخدامات. وعشان كده ده أمر بنكون حريصين عليه كوزارة ري، أنه عملية توزيع المياه تتم بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة بين مختلف الإدارات الري. ده بيتم من خلال متابعة التصرفات والمناسيب المائية الداخلة والخارجة من كل إدارة ري من الإدارات الممتدة عبر الوادي والدلتا، وتحديد المقننات المائية الدقيقة للأراضي الزراعية وللمحاصيل المختلفة، وده بيمكننا من استيفاء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات. عملية تطوير بتبدأ لتوزيع المياه في مصر، والتحول من استخدام المناسيب في توزيع المياه إلى استخدام التصرفات في توزيع المياه، وده أمر هام جدا لأنه بيدينا دقة أكتر في عملية توزيع المياه، وبيمكن أيضا من حسم شكاوى المزارعين أو ضمان عدم حدوث شكاوى مع عملية التوزيع الدقيقة للمياه اللي بتخلينا نستوفي كل هذه الاحتياجات. حدثنا عن المقترحات مهندس محمد غانم الخاصة بتطوير مكونات البرنامج، خاصة المكون الخاص بزيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ لصالح الزراعة والغذاء. طبعا احنا بنواجه تغيرات مناخية واضحة وبتأثر على مواردنا المائية، ويمكن مش بس في مصر ولكن في العالم كله، وده ثبت من خلال مواقف عديدة ظهر فيها تأثير التغيرات المناخية بالجفاف أو السيول والفيضانات في العديد من دول العالم. وإحنا في مصر بنواجه هذه التغيرات المناخية سواء من خلال ارتفاع درجة الحرارة زي ما شاهدناه بشكل كبير جدا في شهر يوليو الماضي، وأيضا من خلال السيول الومضية اللي بتأثر في جبال سيناء وجبال البحر الأحمر وفي مطروح، وأيضا ارتفاع منسوب سطح البحر والنواة البحرية اللي بتأثر على الشواطئ المصرية وعلى المياه الجوفية في شمال الدلتا. مجموعة تأثيرات احنا الدولة منتبهة ليها، ووزارة الري بتبذل مجهودات ضخمة في كل هذه الملفات، سواء من خلال تحسين وتطوير عملية إدارة المياه في مصر للتعامل مع الاحتياجات المائية الضخمة اللي بتزيد مع ارتفاع درجة الحرارة، أو من خلال مشروعات حماية الشواطئ المصرية لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والنواة البحرية، أو مشروعات حماية السيول لمواجهة السيول الومضية وغيرها من الإجراءات اللي بتقوم بيها الوزارة. شكرا جزيلا المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري.